مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في نشره موجزه من قناه النبأ. اكد جهاز النهر الصناعي منظومه الحصاونه سهل الجفاره وصول المياه الى العاصمه طرابلس. واكد الجهاز عبر صفحته على الفيسبوك ان معدل التدفق سيصل الى 500,000 متر مكعب، وهو معدل استهلاك مدينه طرابلس اليومي المعتاد. وبحسب الجهاز فانه يجري العمل على تعبئه خط طرهون بوزيان لتصل المياه الى مدن الجبل الغربي، وكذلك التجهيز مع نهايه اليوم للبدء بتعبئه المسار الشرقي لتصل المياه إلى بعض مدن المنطقة الوسطى. ودعا الجهاز المواطنين لترشيد الاستهلاك وإبلاغ مكاتب شركة المياه والصرف الصحي عن أي تسريب بخطوط الشبكة. أفادت الناطقة باسم لجنة الأزمة هند شوبار باستكمال صيانة الشبكة الكهربائية لتصل إلى طاقة إنتاجية تقدر ب5,000 ميجاوات. وأكدت شوبار وفقا لما أوردت وكالة أنباء الليبية أن محطات الوقود زودت بالكمية اللازمة، وكذلك وزعت كمية من أسطوانات غاز الطهو. وأشارت شوبار إلى أن اللجنة شرعت في حصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين في منطقتي خلة الفرجان وصلاح الدين جراء الاشتباكات الأخيرة، فيما استكملت الترتيبات لتوفير احتياجات منظومة الحصاونة من الوقود مع بدء وصول المياه للعاصمة طرابلس. عممت وزارة التعليم في الحكومة المقترحة على كافة المناطق السماح لأي طالب منعته الظروف من إجراء الامتحان بلجنتيه أن يمتحن في أي لجنة امتحانية أخرى. وأوضح وكيل الوزارة عادل جمعة أن القرار يأتي نظرا لنزوح بعض الطلبة من مناطقهم نتيجة للأوضاع التي شهدتها طرابلس. هذا وأكد جمعة انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية في كافة المناطق دون استثناء غدا السبت. دعت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات بوزارة التعليم في الحكومة المقترحة طالبات الشهادة الثانوية التابعة لمراقبة التعليم بزوارة التوجه لأقرب مقر لجنة لتأدية امتحاناتهن المقررة غدا. وذكرت اللجنة عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك أن هذا الإجراء يأتي على خلفية رفض عميد كلية التربية بزوارة فتح أبواب الكلية أمام الطالبات بحجة غياب الأمن وإمكانية تعرض الطالبات وأعضاء اللجنة للاعتداء اللفظي والجسدي وتعرض مبنى الكلية للتخريب بحسب خطاب وجهه لعميد الجامعة. أوقفت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة مدارس التعليم الخاص عن العمل ما وصفته بافتقارها للمواصفات الكمية والنوعية للبناء المدرسي المسموح بها قانونا. وقالت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك إن المدارس الخاصة ستعتبر مقفلة وغير مسموح لها بمزاولة أي نشاط تعليمي. وأضافت الوزارة أن أي إجراء يصدر عن تلك المدارس ابتداء من العام الدراسي القادم سيعتبر لاغيا. قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ان المجلس صادق الخميس على تمرير قانون الاستفتاء للدستور على ان تخصص الجلسه القادمه لاجراء تعديل دستوري من اجل تحصين المشروع عن الطعن. تم طرح بند مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد. تم اليوم إقرار هذا القانون على أن يتم في الجلسة القادمة إجراء التعديل الدستوري لتحصين مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد. هذا ما كل ما تم مناقشته في جلسة اليوم وعلقت على ذلك الجلسة. وأكد بليحق أن مجلس النواب سيعتمد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد للحكومة المقترحة، مشيرا إلى أن المجلس فوض رئيس لجنة الحوار عبد السلام نصية بالتواصل مع مجلس الدولة في هذا الشأن. موضوع إعادة تشكيل وتوحيد السلطة التنفيذية، وأيضا بعد مداولة ومناقشة هذا البند تم الاتفاق على تأكيد على ما أقره مجلس النواب سابقا بالعودة لمجلس رئاسي برئيس ونائبين. فيما يخص آلية التوافق أو الاختيار للمجلس الرئاسي الجديد، تم التوافق على آلية الاختيار عبر الأقاليم الثلاثة، وفوض رئيس لجنة الحوار الدكتور عبد السلام نصية بالتواصل مع مجلس الدولة.
وأكد أعضاء مجلس النواب عن برقى رفضهم لما أسموه تمرير المجلس قانون الاستفتاء دون إجراء تعديل دستوري. الأعضاء وفي بيان لهم اطلعت النبأ عليه اعتبروا إقرار المجلس للقانون لا يعنيهم، وأن هذا الإجراء لا قيمة قانونية له حسب البيان. وأشار النواب إلى أن إقرار القانون يعد استفزازا لبرقى وما أسموه قيادة الجيش، مطالبين بفتح تحقيق لكل من أسهم في تمكين صدور القانون وارتكاب ما وصفوه بالمخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد وفق البيان. توفي صباح اليوم في مدينة طرابلس شيخ القراء مصطفى أحمد قشكش عن عمر يناهز 85 عاما. هذا وشيع الشيخ بعد صلاة الجمعة من مسجد عبد الله بن عمر المعروف باسم جامع قشقش، حيث سيوارى الثرى بمقبرة في منطقة جنزور. ويعد الشيخ قشقش من أبرز علماء القراءات والتجويد في ليبيا والعالم الإسلامي، حيث تولى العديد من الإدارات التعليمية القرآنية، كما عمل رئيسا وعضوا باللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد المصاحف، وأشرف على العديد من المسابقات القرآنية المحلية والعالمية. تمكنت لجنة الأزمة ومديرية بن وليد من تأمين وصول شاحنات الوقود من مستودع مصرات لمحطات التوزيع داخل المدينة، الأمر الذي خفف من أزمة الازدحام على المحطات. المزيد في سياق التقرير التالي. انفراج لأزمة الوقود تشهده مدينة بني وليد هذه الأيام، حيث بدأ الازدحام يقل على المحطات بعد أسابيع من نقص الوقود واصطفاف سيارات المواطنين في انتظاره. جهود متضافرة لكل من لجنة الأزمة ومديرية أمن المدينة لتوفير الوقود وتأمين وصوله من مستودعات شركة البريغا بمصراتة، في حين أبدى سائق الشاحنات ارتياحهم لهذه الجهود المبذولة لتأمين وصولهم من بوابة الستين شرق مصراتة وحتى المحطات داخل المدينة، ما أسهم في استمرار تزويدها بشكل سلس. نجيبوا في الوقود من مصراتة لمدينة بن وليد، وبالنسبة للطريق أمورها كويسة، الحق موفرين حماية والأمور طيبة والوقود متوفر، يعني حتى في المدينة يعني تحسن الوقود الحق، واللي علينا منديره إن شاء الله. ورغم عمل بعض المحطات على مدار الساعة، إلا أن المتوفر من الوقود حاليا اقتصر على البنزين دون الديزل اللازم لتشغيل المخابز ومولدات الكهرباء بالمصحات والمنازل، وإن توفر منه النزل اليسير أحيانا، فازدياد الطلب على وقود الديزل يرجع لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، الأمر الذي قد يكرر مشكلة الازدحام على المحطات مجددا، إلا أن أصحاب بعض المحطات يجدون حلولا لهكذا عوائق. الوقود يجي من مصراته متوفر، لا متوفر قبل، في أزمة في الوقود داخل بن وليد، والناس في زحمة وغير منظمة الناس، والسبب الزحمة الكهرباء، الكهرباء قطاع الكهرباء الموجود غير متوفر التيار الكهربائي، وهذا سبب أزمة داخل المحطة. كغيرها من المدن الليبية، يأمل أهالي مدينة بني وليد في تجاوز قريب لأزمات المعيشة اليومية من نقص للوقود والسيولة وانقطاع للكهرباء، والتي باتت كالحلقة المفرغة ما إن تنتهي إحداها حتى تبدأ الأخرى. في ختام النشر الموجزة، تنوه قناة النبأ إلى توقف خدماتها الإخبارية بشكل جزئي بسبب أعمال الصيانة والتطوير في استوديوهاتها، على أن تستثنف بثها خلال أيام بحلتها الجديدة. ألقاكم في أمان الله.